بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح الوسواس في طريق الشاطبي. يقف عند قوله تعالى: واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين. الأولين نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. طبعا إذا شئنا أن نبتدئ بهمزة قطع نبتدئ الأولين قالوا إنما أنت، أو نبتدئ باللام الأولين قالوا إنما أنت، ونقص على هذا جميع ما شابه هذا المثال. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت بدال منفصل في من الإشباع. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وما أنت بدال منفصل في الإشباع. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كسفا قرأ هنا فبي إسكان السين من السماء، همزتان من السماء مد متصل في الإشباع، من السماء همزتان من كلمتان متفقتان في الحركة بالكسر، الأولى طبعا محققة والثانية لنا فيها وجهان، إما أن نبدلها بالإشباع 6 حركات أو نسهلها بين بين. قال ربي أعلم بما تعملون. قال وأنا في فتحي الياء ربي أعلم. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك في الوصل نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لآية بدل في الأوجه 3 المعروفة، مؤمنين إبدال الهمزة واو خالصة. على القصر في البدل لنا في مؤمنين 3 العارض، على التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، على إشباع البدل الإشباع في العارض. وإن ربك له العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لمين نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها كما رأينا في الأولين، نطبقه في لامين. أن نبتدئ بهمزة قطع أو بهمزة وصل، ألمين ألمين على قلبك، أو لامين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. الأولين نقل حركة إلى الساكنة قبلها. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. لهم آية صلت من الجمع قبل مد منفصل في الإشباع. آية بدل في الأوجه 3 المعروفة. آية أن يعلمه نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. علماء مد المتصل فيه الإشباع. طبعا هي رسمت على الواو. بني إسرائيل بني مد منفصل في الإشباع. إسرائيل مد متصل في الإشباع، والبدل مستثنى من طريق الشاطبي لا يمد. على قصر البدل في آية لنا في إسرائيل وهو عارض للسكون 3 العارض، على توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، على إشباع البدل الإشباع في العارض. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. الأعجمين نقل حركة من الساكنة قبلها. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. مؤمنين إبدال همزة وخالصة. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون إبدال همزة وخالصة. الأليم نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم إبدال همزة حرف مد. فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرايت إن متعناهم سنين. أفرايت إبدال همزة حرف مد 6 حركات أو التسهيل بين بين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاءهم مد متصل فيه الإشباع. هذا ما فتح الله عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.